بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم ضمن هذه الانطلاقات الجميلة والعروض المميزة التي تنطلق في صباح هذا اليوم مباشرة مع المركز الأول شاهين غدير بن محمد اليديلي اللي ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني شاهين أحمد بن حمود الحارثي مع المركز الثاني. المركز الثالث القدوم الآخر والتقدم شاهين محمد بن الصغير الوهيبي على المركز الثالث. رابع المراكز الحذر الصغير بصقر بن سالم المسعودي. لكن أعود مع صدارة هذا الشوط مع الانطلاق مع المركز الأول شاهين أحمد بن حمود الحارثي ينطلق مع الصدارة هذا الشوط المنطلق مع الصدارة. لكن القدوم والتقدم في هذه اللحظات شاهين محمد بن الصغير الوهيبي ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث الواصل أيضا هنا شاهين محمد بن بطي لنيبي. لكن الحارثي مع زاله الصدارة في المركز الأول في الانطلاق الجميلة. الوهيبي أيضا القادم مع محمد بن الصغير الوهيبي مع شاهين الوصول الآخر والتقدم تقدم الحذر صقر بن سالم المسعودي القادم في هذه اللحظات. الينيبي من الجانب الاخر التنافس الثلاثي الثلاثيه الكوكب الثلاثيه نحو صداره هذا الشوط. لكن الوهيبي من الجانب الاخر شاهين لكن المسعودي مع الحذر صقر بن سالم المسعودي. تهانينا والناموس على انتزاعي هذا الشوط المركز الثاني. كان هناك ايضا شاهين محمد بن الصغير الوهيبي المركز الثالث على المركز الثالث. ثالث العيد قلت خطوة نهاية توقيتنا الزمني دقيقة 45 97 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.